اتخذت الدول العربية قراراً باستئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم 7 مايو 2023. عبر بوابة الإمارات وبجهود عربية متواصلة، ها هي سوريا تعود إلى الجامعة العربية بعد إبعادها لأكثر من عقد، وبعد ساعات من قرار مجلس الجامعة باستعادة سوريا لمقعدها، اتصل الرئيس السوري بشار الأسد برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معبراً عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية. فما هو الدور الذي لعبته الإمارات للتمهيد لهذه العودة؟ الخطوات التي دشنتها الإمارات أثمرت عن تقارب عربي سوري زادت وتيرته بعد الزلزال الذي ضرب البلاد. فعلى الرغم من وجود تحركات بذلتها دول عربية عدة لتحقيق عودة دمشق للحضن العربي، إلا أن الإمارات كانت الدولة التي مهدت الطريق لهذه العودة بجهودها الدبلوماسية النوعية ومبادراتها السياسية والإنسانية. فبعد عقد من انقطاع العلاقات مع غالبية الدول العربية، كانت الإمارات الدولة الوحيدة التي استقبلت الرئيس السوري مرتين منذ اندلاع الأزمة السورية آخرها في مارس. الزيارة جاءت بعد أقل من شهر على زيارتين متتاليتين لسوريا في فبراير أجراهما الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. وفي نوفمبر من العام 2021 التقى وزير الخارجية الإماراتي الأسد في دمشق في أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع إلى سوريا منذ بدء النزاع. وفي أكثر من محفل دولي أكدت الإمارات مراراً أن الحل السياسي هو الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، ودعت إلى معالجتها بعيداً عن الاستقطاب والانقسامات التي يشهدها النظام الدولي، وشددت على تفعيل الدور العربي لحلها. وكانت الإمارات قد ترجمت هذا التوجه بالفعل على أرض الواقع عبر أكثر من محطة، بدأتها بإعادة افتتاح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2018، وتواصل هذا التوجه على الصعيد الإنساني بدعم سوريا للتخفيف من آثار زلزال السادس من فبراير. وكانت عملية الفارس الشهم اثنين من أهم صور دعم دولة الإمارات للشعب السوري بعد الكارثة، تم خلالها تسير أكثر من 180 طائرة وثلاثة سفن محملة بالمساعدات. وأعلنت الإمارات مواصلة المبادرة بالتكفل بعلاج 300 حالة طارئة من متضرري الزلزال لتعزيز مرحلة التعافي، وليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية نحو 6000 سوري.